Okay, z-transform definition, given a finite length signal xn, the z-transform is defined as xz, along the summation sign from k equals 0, it could be from minus infinity to infinity, bilateral z-transform, that's all from 0 to n. And then we'll have xk, on the row of z to the minus k. As k here represents the delay. And the k equals 0 to n, and hot z minus 1 on, but then flip the sign to plot z hick minus k, and z then minus 1, ممكن بنحط 2 minus 1 زي هيك زي الأس أو 2 2 2 بطلع 4 قوة 2 يساوي 16 أربعة بهاي. إذا نعمل example هون عند هاي signal by inspection يعني بالمعايير المجردة inspection method فهنا دلتا n n minus n zero طبعا هاي الديلي هون فلما ناخذ معوض plug in xk تساوي z to the minus k بنجيب هاي بنحطها هون نعوض xn بطلع xk minus n0 هاي الديلي نعوضها محل z محل k هون في z فبتصفي هاي n0 بعدين الجواب بطلع minus n0 تكون الـ z-transform لهاي الإشارة هون دلتا n minus n0 n minus n0 هي z to the minus 0 سنعمل هذا المثال by inspection عند هاي xn تساوي دلتا 2n نطلع على هذا الترم أولا لاحظ أنه delay is equal zero so هاي زي هيك دلتا n minus zero لما نجيب الزيرو بنحطه محل فوق ال z فبطلع 2z to the zero فبصفي يساوي 2 نحط الجواب هون هسه 3 دلتا n minus 1 نفس الشيء بنجيب ال 1 minus 1 وبنحطه هون which is negative delay بتطلع 3z minus 1 by inspection بس بنعوض ال delay هون 5 هاي 5 دلتا n minus 2 ناخذ ال 5 بعدين نحط محلها 2 محل ال n0 هون فبتطلع minus 2 plus 2 z minus 3 نفس الاشي بناخذ الديلي بنحطه هون هسه الانفرس انفرس of z transform كمان by inspection اذا عندنا 4 الاربعة في عندنا هون z0 z to the 0 فحط 4 دلتا n وبعدين ماينس نفسها 5 عندنا delay 2 ف 5 دلتا n ماينس 2 اللي هو هاي هسه بلس الديلي 3 هون
عند زيد تمارس تري ضرب نحط واحد دلتا ان ماينس تري. وهكذا هون نفس الاشي بدي لي هذا بيجي لهون. اوكي ف انفرس و فايندينج زي ترانسفورم وزي انفرس بصراحه نقدر نعملهم باي انسبكشن او بالعين مجرد بالتفتيش. بس انا افرض ان عندنا هاي فايند زي ترانسفورم فور ذيس سيجنال ديسكريت سيجنال 2xn plus 2 3xn plus 1 بعدين هون عندنا ديلي 0 هون نيجاتيف ديلي. فأول واحدة بنحط 2 هاي yz تساوي 2z طبعا ديلي بوزيتيف فهون بتطلع 2 طبعا xz plus 3z وعندنا هون كمان delay positive so هون كمان positive و xz يعني ناخذها زي z transform xz plus z to the 0 اللي هي 1 ورا 1 وعندنا هون xz واخيرا عندنا هون 1 طبعا نيجاتيف ديلي هاي فنحط 1 z minus 2 I mean minus 1 اوكي فهاي هون. اوكي الان نقدر نعمل yz لهاي equal to 2z squared plus 3z 1 plus 1 plus z minus 1 زي هيك وناخذ ال x z برا. z transform هاي كمان هون y z تساوي هاي السيكونس عندنا هون positive delay عندنا هون n equal 0 وهون I mean n equal 1 positive وهون طبعا هاي الالمنت n equal 0 delay equal 0 I mean n equal 0 okay وهون عندنا n equal 1 الاندكس minus 1 فلما اعمل z transform هاي بصفي 1 z عند positive delay بنحط 1 plus هاي 2 عندنا 0 delay فبنحط to the 0 plus n minus 1 so عندنا 1 z minus 1 وممكن بنحط x 0 okay ف technically we follow this technique. نعمل كمان أمثلة.